من 4-5 سنين كده لما حسيت انه الترتيب مش بتاعي انا، بتاع ربنا سبحانه وتعالى، واكتر من علامه واكتر من اختبار ربنا حطني فيهم، وحسيت انه ربنا بيعمل احسن حاجه ليا. فمن الوقت ده قلت انا راضيه، انا راضيه باللي تكتبه، انا راضيه باللي تعمله، انا راضيه بمشيئتك حقيقي. ومن ساعتها وانا مبسوطه. بيهمك ان انت تبقي الافضل ولا ما بيهمكيش؟ بيهمني ان انا اعمل اللي عليا، اجتهد، ابذل مجهود. الافضل ده على ربنا وعلى ترتيب او رؤيه الجمهور او رؤيه الناس. قولي لي، مين اهم شخص في حياه روجينا؟ لا، في الاهميه كتير. لا، واحد بس. لما بتشوفي واحد بس ما ينفعش الحياه من غيره. ما لازم تقول. لا، ده سؤال صعب. الابيض من غيره ما ينفعش، والاحساس من غيره ما ينفعش. لا، ده سؤال صعب. ليه؟ صعب قوي. لا، صعب. لا، صعب انه واحد بس يبقى هو الابيض في الحياه. لا، بس ممكن اقول لك مثلا، زمان كان عندك حد واحد وبعد كده قررتي ان هم يبقوا كذا حد؟ الظروف هي اللي بتخليكي كده. مش انت، في ناس في حياتك بتشوفيهم مهمين جدا جدا في حياتك وبيمثلوا الابيض. مش لو شخص واحد انت ما تقدريش تعيشي على فكره، انما لو اشخاص كتير، كل ما بتبقي اسعد، كل ما بتبقي مبسوطه، كل ما بتبقي راضيه. لانه مهم ان يبقى في حياتنا ناس كتير قوي قوي، نقول الحياه من غيرهم ما تنفعش. بتعيش الحياه ولا الحياه اللي بتعيشك؟ بضحك على نفسي وبقول انا اللي بعيش الحياه، بس اكتشفت انه الحياه هي اللي بتعيش. انت مصاحبه حياتك جدا؟ ولا بقيت مستقويه عليها شويه؟ لا، بقيت مصاحباها وحباها وفي حاله ترويض لها. طيب تعالي بقى نبتدي فقره الاسود ونشوف روجينا هترد علينا وهتزعل ولا هتبقي تمام كده.